أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بها بنور الفهم وتوضح عنا بها ما أشكل حتى يفهم، إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. أما بعد، أيها المتتبعون الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا قد أنهينا الكلام في درسنا السابق عن علامات النصب، وذكرنا أن الفتحة هي العلامة الأصلية للنصب، وما بعدها من الأحرف تكون علامات فرعية كالألف وكالياء وحذف النون إلى غير ذلك. واليوم سنتكلم بإذن الله سبحانه عن علامات الجر، وأن للجر علامة أصلية وهي الكسرة، وعلامات فرعية وهي الفتحة والياء، كما ذكر المصنف رحمه الله ورضي عنه بقوله: وللخفض ثلاث علامات، الكسرة والياء والفتحة. وعبر المصنف رحمه الله عن الجر بالخفض، وهذا مذهب الكوفيين، وكما ذكرنا في ترجمة المؤلف أو في مقدمة هذا الكتاب أن المصنف رحمه الله الإمام ابن أجروم يعني تمذهب على مذهب الكوفيين في هذا الكتاب أو في هذه المقدمة بدليل هذا الإصطلاح، قال: وللخفض. وأما الإصطلاح المشهور وهو مذهب البصريين الجر. قال رحمه الله: وللخفض ثلاث علامات، أي أن الخفض له ثلاث علامات: علامة منها أصلية وهي الكسرة، وعلامتان فرعيتان وهما الياء وتنشأ عن الكسرة إذا أشبعت، والفتحة. فأما الكسرة فتكون علامة للخفض أي للجر في ثلاثة مواضع، يعني العلامة الأصلية التي هي الكسرة تكون علامة على الجر في مواضع ثلاث: الموضع الأول الاسم المفرد المنصرف، والموضع الثاني جمع التكسير المنصرف، والموضع الثالث جمع المؤنث السالم. إذن هذه هي المواضع الثلاث التي تكون فيها الكسرة علامة للجر، ولا موضع رابع لها. أما الموضع الأول فهو الاسم المفرد المنصرف، وقد سبق لنا تعريف الاسم المفرد في هذا الباب بأنه هو ما ليس مثنى ولا جمعا ولا ملحقا بهما ولا واحدا من الأسماء الخمسة. ولما ذكرنا أن أو لما ذكر المصنف رحمه الله أن الضمة تكون علامة للرفع في الاسم المفرد، وذكر أن الفتحة في علامات النصب تكون علامة للنصب في الاسم المفرد، وهنا ذكر أن الكسرة تكون علامة للخفض في الاسم المفرد المنصرف. إذن في علامات الرفع لما قال المصنف رحمه الله: فأما الضمة فتكون علامة للرفع في الاسم المفرد، وفي علامات النصب ذكر قال: فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في الاسم المفرد. لم يذكر قيد المنصرف أو لم يصف الاسم المفرد في الموضعين المتقدمين، لم يصفهما بالمنصرف، يعني لم يذكر هذا القيد. أما هنا فذكر قيد المنصرف، مفهومه أن الاسم المفرد إذا كان غير منصرف فلا تكون الكسرة فيه علامة على الجر. إذن هذا هو. إذن هنا ينبغي أن نفرق. إذن تكون الكسرة علامة على الجر في الاسم المفرد المنصرف، أما الاسم المفرد الغير المنصرف فلا تكون فيه الكسرة علامة على الجر، وإنما سيأتي لنا أن الفتحة هي التي تكون فيه علامة على الجر. والمنصرف كما سبق لنا وأن ذكرنا بأن الاسم المنصرف هو المنون، هو الذي يلحقه التنوين، الصرف هو التنوين، كما قال ابن مالك: الصرف تنوين أتى مبينا معنى به يكون الاسم أمكنا.
وقد ذكرنا مسألة مهمة في هذا الباب، وهو أن الاسم إما أن يكون اسما متمكنا أمكن، وإما أن يكون اسما متمكنا غير أمكن، وإما أن يكون اسما غير متمكن. فالاسم الغير المتمكن هو الاسم المبني الذي أشبه الحرف في بعض أوجه الشبه، ولا داعي يعني ليس المقام ذكر تلك الأوجه. وأما الاسم المتمكن الغير الأمكن فهو الذي أشبه الفعل فمنع من الصرف كما سيأتي لنا. وأما الاسم المتمكن الأمكن فهو الذي لم يشبه الحرف فيمنع، ولم يشبه الفعل فيمنع من الصرف، ولذلك صرف ولاحقه التنوين. إذن كلامنا هنا في الاسم المفرد المنصرف، فغير المنصرف سنتكلم عليه فيما بعد. إذن خلاصة أو صفوة القول أن الاسم المفرد المنصرف يجر وعلامة جره الكسرة الظاهرة، سواء كانت هذه الكسرة ظاهرة أم كانت مقدرة، سواء كان الإعراب لفظي ظاهري أم كان الإعراب مقدرا لأجل التعذر أو الثقل أو لأجل المناسبة. ونمثل لذلك مثلا نقول مررت بزيد يقرأ القرآن. فزيد راه اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. ونقول مثلا أحسنت إلى الطالب، فالطالب راه اسم مجرور بإلى وعلامة جره كسر آخره. ونقول أحسنت إلى الفتى، فإلى حرف جر والفتى اسم مجرور بإلى وعلامة جره الكسرة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر. ونقول أحسنت إلى الداعي أو استمعت إلى الداعي هكذا، فالداعي راه اسم مجرور بإلى وعلامة جره الكسرة المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل. ونقول استظهرت القرآن على شيخي، فعلى حرف جر وشيخي اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. وشيخي مضاف وياء المتكلم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، وهكذا. إذن من خلال الأمثلة يتضح لنا أن الكسرة في الاسم المفرد عندما يكون مجرورا قد تكون كسرة ظاهرة، وقد تكون كسرة مقدرة لأجل التعذر، وذلك في الاسم المقصور كأحسنت إلى الفتى، وقد تكون مقدرة لأجل الثقل، وذلك في الاسم المنقوص كقولنا استمعت إلى الداعي، وقد تكون مقدرة لأجل المناسبة كقولنا استظهرت القرآن على شيخي. إذن في قول المصنف رحمه الله فأما الكسرة فتكون علامة للخفض، قد تكون الكسرة علامة للخفض أي للجر في الاسم المفرد، قد تكون علامة ظاهرة وقد تكون علامة مقدرة، والأمر في ذلك واضح جلي. ثم قال رحمه الله مبينا الموضع الثاني التي تكون فيه الكسرة علامة على الجر، قال وجمع التكسير المنصرف، فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع في الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف. وهنا أيضا نلحظ أن جمع التكسير قيده بالمنصرف، لما قال فيما قبل فأما الضبة فتكون علامة للرفع في الاسم المفرد وجمع التكسير، وقال في علامات النصب فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في الاسم المفرد وجمع التكسير، لم يقيد جمع التكسير في الموضعين السابقين بالمنصرف، وهنا قيده إشارة إلى أن جمع التكسير إذا كان غير منصرف يعني لا يلحقه التنوين كما سيأتي لنا، كما في صيغة منتهى الجموع إلى غير ذلك، فلا يجر بالكسرة وإنما يجر بالفتحة. إذن يجر جمع التكسير
بالكسرة سواء كانت ظاهرة أو سواء كانت مقدرة، يجر بالكسرة إذا كان جمع تكسير منصرف، إذا كان جمع تكسير منصرف. ونمثل على ذلك بأمثلة من القرآن الكريم كما هو موضح على السبورة. قال سبحانه وتعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون. وممن حولكم من الأعراب، الأعراب جمع تكسير لأعرابي، وهو اسم مجرور بمن، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وقال سبحانه: ومن الأحزاب من ينكر بعضه. الأحزاب جمع تكسير، جمع حزب، وهو في الآية الكريمة مجرور بمن التي هي حرف جر، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وكقوله سبحانه: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فالأهلة جمع تكسير، وهي مجرورة بحرف الجر الذي هو عن، مجرورة وعلامة جرها الكسرة الظاهرة على آخره. وكقوله سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. في بيوت جمع تكسير لبيت، وهو مجرور بحرف الجر الذي هو في، مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وهكذا، والأمثلة في ذلك واضحة جلية. إذن هذا الموضع الثاني من المواضع التي تكون فيها الكسرة علامة على الجر، وهو جمع التكسير المنصرف. الموضع الثالث، وقد ذكره المصنف بقوله: وجمع المؤنث السالم. هذا الموضع الثالث الذي تكون فيه الكسرة علامة على الجر، جمع المؤنث السالم. ونلحظ هنا لم يقيد أو لم يصف كما وصف الاسم المفرد ووصف جمع التكسير بالمنصرف. جمع المؤنث السالم ما قالش وجمع المؤنث السالم المنصرف، قال وجمع المؤنث السالم، إشارة إلى أن جمع المؤنث لا يكون إلا منصرفا. جمع المؤنث السالم لا يكون إلا منصرفا، ليس عندنا جمع مؤنث سالم وهو غير منصرف. ولذلك لا يحتاج أو لم يحتاج المصنف رحمه الله إلى أن يقيده بقيد المنصرف. وقد سبق لنا من خلال التعاريف التي ذكرناها الفرق بين جمع التكسير وجمع المؤنث السالم، كلاهما جمع، ولكن جمع التكسير تغير فيه بناء مفرده، وجمع المؤنث السالم سلم فيه بناء مفرده، إلا أنه زيدت فيه الألف والتاء. صفوة القول أن جمع المؤنث السالم يجر وعلامة جره الكسرة. ونمثل على ذلك بأمثلة من القرآن الكريم. قال سبحانه وتعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. واذكروا الله في أيام معدودات، فمعدودات كما نلحظ لها مجرورة وعلامة جرها الكسرة، وهي نعت لأيام، ونعت المجرور مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وكقوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض. السماوات في الآية رها مضاف إليه، إن في خلق السماوات، في السماوات رها مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وكقوله سبحانه وتعالى: والصافات صفا، والصافات والنازعات غرقا، والمرسلات عرفا، وهكذا. والصافات الواو حرف جر وقسم، والصافات مقسم به مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وهكذا. والأمثلة في هذا واضحة جلية. إذن هذه أيها المشاهدون الأحباب المتتبعون، هذه هي المواضع الثلاث التي تكون فيها الكسرة علامة على الجر ولا رابع لها. الموضع الأول الاسم المفرد المنصرف، الموضع الثاني جمع التكسير المنصرف، الموضع الثالث جمع المؤنث السالم. ولما أنهى رحمه الله الكلام على المواضع التي تكون فيها الكسرة علامة على الجر، انتقل إلى الكلام على العلامات الفرعية للجر وهي الياء، وذكر أنها تكون علامة على الجر في مواضع ثلاث: في الأسماء الخمسة، وفي التثنية المثنى من الأسماء، وجمع المذكر السالم. فقال رحمه الله:
وأما الياء فتكون علامة للخفض في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع. سبق لنا وأن ذكرنا أن الأسماء الخمسة المشهور في إعرابها أنها تعرب بالحروف وهي لغة الإتمام، فسبق أنها ترفع بالواو وتنصب بالألف، وذكر هنا أنها تجر بالياء. وأما الياء فتكون علامة للخفض في الأسماء الخمسة، وأيضا يشترط فيها الشروط التي سبق ذكرها، ذكرنا فيما قبل نعيد لأجل التقرير أن الأسماء الخمسة يشترط لها شروط لإعرابها بهذا الإعراب، يعني لإعرابها بالحروف، أن تكون مكبرة وأن تكون مفردة وأن تكون مضافة وأن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم، ويشترط في ذو أن تكون بمعنى صاحب، ويشترط في فم أن تنفصل عنه الميم، وقد سبق لنا هذا. إذن هذه الشروط أيضا تشترط في هذا الموضع، ولنمثل على ذلك بآيات من القرآن الكريم. قال سبحانه وتعالى: ثم استخرجها من وعاء أخيه، ثم استخرجها من وعاء أخيه. فنلحظ أن أخيه في الآية الكريمة رها اسم مجرور مضاف إليه، من وعاء أخيه، وعاء مضاف، وأخيه مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر. فلو تأملنا في أخيه لوجدنا أنها قد استجمعت الشروط، فهي مكبرة غير مصغرة، وهي مفردة غير جمع ولا مثنى، وهي مضافة ومضافة إلى غير ياء المتكلم. وكقوله سبحانه وتعالى على لسان سيدنا يوسف: ارجعوا إلى أبيكم، ارجعوا إلى أبيكم، ارجعوا إلى أبيكم. أبيكم نلحظ أنها اسم مجرور بإلى، وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والميم دالة على الجمع. وقال سبحانه: آتوني بأخ لكم من أبيكم، بأخ لكم من أبيكم، من أبيكم، من حرف جر، وأبيكم اسم مجرور بمن وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الخمسة. نلحظ أخ، كلمة أخ، آتوني بأخ، بأخ، إذن هذه أخ لا لم تتوفر فيها الشروط التي سبقت، فهي غير مضافة، هي مكبرة نعم، وهي مفردة نعم، ولكنها غير مضافة، فلا تعرب إعراب الأسماء الخمسة، وإنما بأخ رها اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة. إذن محل الشاهد في الآية من أبيكم. وكقوله سبحانه وتعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. ذي اسم من الأسماء الخمسة بمعنى صاحب، ذي وهي نعت لوصف لربك، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، ونعت المجرور مجرور، وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الخمسة وهي مضافة، يشترط فيها أن تكون مضافة إلى اسم جنس ظاهر، مضافة إلى اسم ظاهر، إلى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وهكذا. إذن هذا الموضع الأول التي تكون فيه الياء وعلامة على الجر الأسماء الخمسة. الموضع الثاني التثنية، تثنية الأسماء، المثنى من الأسماء، أما المثنى من الأفعال فلا يدخله الجر أصلا. وقد سبق لنا تعريف المثنى بأنه اسم دال على اثنين صالح للتجريد وعطف مثله عليه. وقد سبق لنا أن المثنى يرفع وتكون علامة رفعه الألف، وينصب وتكون علامة نصبه الياء، وذكر هنا أنه يجر وتكون علامة جره الياء، إذن فهو ينصب ويجر بالياء. أمثلة من القرآن على ذلك: قال سبحانه: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، مثل حظ الأنثيين. فنلحظ أن الأنثيين تثنية لأنثى، وموقعها من الإعراب أنها مضافة، حظ مضاف إليه، والأنثيين حظ مضاف عفوا، والأنثيين مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد.
وهكذا قال سبحانه: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين، فوق اثنتين. نلحظ أن اثنتين هنا رها مضافة، فوق مضاف، واثنتين مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه ليس مثنى وإنما ملحق بالمثنى لأنه اختل فيه قيد من قيود المثنى. وقد ذكرنا من قبل أن من قيود المثنى أن يكون صالحا للتجريد، أما اثنتين فإن وإن دلت على مثنى اثنين ولكنها لا تصلح للتجريد، فلا نقول إثم وإثم، ولكن تعرب إعراب المثنى، هي ملحقة ليس مثنى حقيقة ولكنها ملحقة بالمثنى فتعرب بإعرابه. وقال سبحانه: فمن تعجل في يومين، في يومين، نجد أن يومين راه اسم مجرور بفي وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه مثنى، وهكذا. وقال سبحانه: فصيام شهرين متتابعين، شهرين راه مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، وهكذا. هذا الموضع الثاني. ثم الموضع الثالث الذي تكون فيه الياء علامة على الجر جمع المذكر السالم، هذا معنى قوله وفي التثنية والجمع. وقد ذكرنا من قبل أن جمع المذكر السالم يرفع وتكون علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، وينصب وتكون علامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة. وذكر هنا رحمه الله أنه يجر وتكون علامة جره الياء، إذن فهو ينصب ويجر بالياء، علامة جره ونصبه علامة واحدة وهي الياء كالمثنى. ونأخذ على ذلك أمثلة من القرآن الكريم. قال سبحانه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه. من المؤمنين، المؤمنين جمع مؤمن راه مجرور بمن وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. وقال سبحانه: فإن الله غني عن العالمين، عن العالمين، نجد أن العالمين راها مجرورة باسم مجرور قبلها وهو عن، عن العالم، والعالمين اسم مجرور بعن وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه ملحق بجمع مذكر سالم وليس جمعا على حقيقته كما سبق لنا. وقال سبحانه: ولنكونن من الصالحين، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فالصالحين في الآية الكريمة موقعها من الإعراب أنها اسم مجرور بمن وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه جمع مذكر سالم. وقال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، من المهاجرين محل الشاهد من المهاجرين، موقعها من الإعراب أنها اسم مجرور بمن وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. إذن فالنون في المثنى والنون في الجمع كلاهما عوض عن التنوين في الاسم المفرد، إلا أن نون المثنى تكون مكسورة ونون الجمع تكون مفتوحة. قال ابن مالك: ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق، ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه. معنى هذا الكلام أن نون المثنى تكون مكسورة ونون الجمع، جمع المذكر السالم، تكون مفتوحة. ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق، كقول الشاعر: وماذا تبتغي الشعراء مني وقد جاوزت حد الأربعين، هكذا، هذا قليل وقل من بكسره نطق. والعكس في نون المثنى: ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه، أي أن نون المثنى تكسر وقل من فتحها، كقول الشاعر مثلا: على أحوذيين استقلت عشية وما هي إلا لمحة وتغيب. إذن وهنا تمام الكلام على المواضع التي تكون فيها الياء
علامة على الجر نيابة عن الكسراء، والله ورسوله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.